ننتقل بعد كده يا شباب للكلام عن نوع آخر من أنواع الجوين وهو الأوتر جوين. طيب يعني إيه الأوتر جوين؟ اقرأ معايا كده الجملة دي، بيقول إيه؟ A natural join and equi join tuples without a matching or related tuple are eliminated from the join result. يعني إيه؟ لو تذكر شايف الرسمة دي، فاكر أنت أما جينا كان عندنا ريليشن اسمها ديبارتمنت وريليشن اخرى اسمها بروجكت. الديبارتمنت كان فيها بيانات الاقسام، والبروجكت كان فيها بيانات المشاريع، وكان كل مشروع فيه قسم بيشرف عليه، فعشان كده كنا بنكتب هنا رقم القسم اللي بيشرف على المشروع ده. اما جينا عملنا جوين بين الديبارتمنت والبروجكت، في حالتنا ده كان ايكوي جوين. لو تذكر او تاخد بالك هنا مثلا ظهر هنا أنهي أقسام؟ ظهر الأقسام اللي هي بتشرف على مشاريع، يعني مثلا القسم رقم واحد عشان بيشرف على مشروع هنا فظهر معانا في الناتج، القسم رقم اتنين ظهر معانا في الناتج، القسم رقم ثلاثة ظهر معانا في الناتج، لكن القسم رقم أربعة والقسم رقم خمسة عشان ما فيش ماتشنج ليهم هنا في الريليشن الأخرى فما ظهروش معانا في الناتج. صح ولا لأ؟ خدت بالك؟ بص القسم رقم واحد لقينا بيشرف على مشروع، فظهر الصف هنا اهو اللي بيظهر فيه القسم رقم واحد مع المشروع اللي بيشرف عليه. لكن القسم رقم اربعة والقسم رقم خمسة عشان هنا ما بيشرفوش على اي مشاريع او ما لهمش صفوف ينفع يرتبطوا بيها في الريليشن التانية فما ظهروش في النادي. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بفقد جزء من البيانات بتاعتي، والتقرير اللي بينتج عندي في الاخر تقرير غير شامل لجميع البيانات. ليه؟ لان مش معنى ان في قسم عندي ما بيشرفش على مشاريع يبقى ما طلعه ليش في التقرير. صح ولا لا؟ يبقى دي الخطورة في الايكوي جوين، ان لو التابل اللي في الريليشن الاولى ما فيش ليه ماتشنج او ريليتد تابل في الريليشن الاخرى يبقى التابل ده لن يظهر فين؟ في الناتج بتاع عمليه الجوين. فعشان نحل المشكله دي عملوا حاجه اسمها الاوتر جوين. الاوتر جوين بقى فيه ثلاث انواع، في نوع اسمه ليفت اوتر جوين، وفي نوع اسمه رايت اوتر جوين، وفي نوع اسمه فول اوتر جوين. طيب تعالوا نتعرف بقى بالتفصيل على كل نوع من هذه الانواع. اول نوع الليفت اوتر جوين، الليفت اوتر جوين بيرمز له بالرمز ده، لو تاخد بالك نفس علامه الجوين، نفس علامه الايكوي جوين، لكن بزود التو داش دول او بفتح التو داش دول ناحيه الليفت ريليشن، عشان كده بيطلق عليه ايه؟ ليفت اوتر جوين. الليفت اوتر جوين ببساطه معناها ايه؟ معناها حتى لو في تابلز في الليفت ريليشن ما لهمش ماتشنج في الرايت ريليشن انا عاوزهم برضو يظهروا معايا في الناتج. خدت بالك؟ يبقى انا لما بقول ليفت اوتر جوين اقصد ان انا اهتمامي كبير بالتابلز اللي ناحيه الشمال حتى لو ما لهمش ماتشنج فين؟ في اليمين. فيبقى الوضع ازاي؟ اولا طبعا هنجيب اللي ليهم ماتشنج، يعني مثلا القسم رقم واحد ليه ماتشنج هنا لانه بيشرف على البروجكت رقم 100 فبيظهر معانا في الناتج، والديبارت رقم 2 هكذا ليه ماتشنج هنا، والديبارت رقم 3 هكذا ليه ماتشنج هنا. صح؟ انا لو كنت شغال بالانر جوين او الجوين العاديه كانت دي هتبقى هي دي الناتج فقط، لكن بالليفت اوتر جوين مع ان الديبارت رقم 4 والديبارت رقم 5 ما لهمش ماتشنج في البروجكت ريليشن الا اني عاوزهم في الناتج فهيظهروا معايا في الناتج، وهنعوض عن البروجكت او قيم بتاعت التابل اللي من الريليشن الاخرى بالايه؟ بالنال. خلاص واضحه يا جماعه؟ يبقى الليفت اوتر جوين معناها اللي انا مهتم بالتابلز اللي في الليفت ريليشن حتى لو ملهاش ماتشنج في الرايت ريليشن. طيب عكسها الرايت اوتر جوين. الرايت اوتر جوين شايف الرمز؟ انا فتحت التو داش دول ناحيه الرايت ريليشن او في حالتنا هنا ناحيه البروجكت، ودي معناها ايه؟ معناها ان انا مهتم بالتابلز اللي ناحيه الرايت ريليشن حتى لو ملهاش ماتشنج فين؟ في الليفت ريليشن. فالناتج هيبقى كالمعتاد، الصفوف
اللي في الديبارتمنت اللي ليها ماتشنج في البروجكت هتيجي عادي، ده الطبيعي. فعندي رقم واحد واثنين وثلاثة ليهم ماتشنج هنا، واحد واثنين وثلاثة، فظهروا معايا في الريزلت. الجديد بقى ان انا كمان هظهر البروجكت رقم 400 ورقم 500 مع انهم ما لهمش ماتشنج فين؟ في الديبارتمنت. شايف؟ هيظهر ال 400 وكمان ال 500 لان هم ناحيه الرايت، حتى لو ما لهمش ماتشنج فين؟ ناحيه الليفت ريليشن. وهنعوض عن التابلز بتاعت الليفت ريليشن بايه؟ بنال. خلاص واضحه؟ يبقى الرايت اوتر جوين معناها اللي انا عاوز التابلز اللي موجوده في الرايت ريليشن حتى لو ما لهاش ماتشنج مع الريليشن اللي ناحيه الليفت. النوع الثالث الفول اوتر جوين. فول اوتر جوين معناه ان انا مهتم بالصفوف بتاع كلا الريليشن حتى لو ما لهمش ماتشنج في الريليشن الاخرى. يعني مثلا هنا القسم رقم واحد ليه ماتشنج هنا فهينزل عادي طبعا، القسم رقم اثنين ليه ماتشنج هنا فهينزل في الريزلت، قسم رقم ثلاثة ليه ماتشنج هنا فيظهر في الريزلت. طيب القسم رقم أربعة ملوش ماتشنج لكن هيظهر برضه، لأن أنا عامل هنا إيه؟ فول أوتر جوين. يبقى أنا مهتم بكلا بالصفوف بتاعت كلا الريليشنز حتى ما لهاش ماتشنج في الجانب الآخر. طيب مثلا هنا البروجكت رقم 400 مفيش ماتشنج بينه وبين أي من هذه الأقسام، بس هينزل برضه فين؟ في الريزلت. خلاص واضحة؟ يبقى الفول اوتر جوين بمنتهى البساطة معناها اللي انا عاوز اظهر الصفوف بتاع كلا الريليشنز حتى لو ملهوش ماتشنج في الجانب الاخر من العلاقة.